الشعب الأمريكي في يناير 1941 تحدث فرانكلين روزفلت إلى الشعب الأمريكي وقال هذه اللحظة غير مسبوقة في تاريخ حالة في تاريخ الاتحاد. كانت الحرب مستعرة في أوروبا، ولكنه أشار للأمريكان أن هذا الوقت غير مسبوق. لقد أشار أن الحرية والديمقراطية على المحك، والآن أنا أقف أمامكم هنا اليوم لأتحدث إليكم. نحن الآن نواجه لحظة غير مسبوقة في خطاب حالة الاتحاد، وأوضح أن للشعب الأمريكي أن هذه اللحظة أيضا غير مسبوقة. كانت في الماضي هناك تحديات أمام الشعب الأمريكي، وهذه اللحظة التي أمامنا اليوم هي لحظة نادرة. لقد كان لدينا مشاكل في الداخل، وهناك مشاكل عبر الحدود. نجد أن روسيا تغزو أوكرانيا وتسبب الدمار في أوروبا، وإذا ما كان يظن أنه سيفوز بأوكرانيا، أؤكد أمامكم هنا اليوم أن بوتين لن يحظى بأوكرانيا. أن يمكن لأوكرانيا أن توقف بوتين، يمكن لأوكرانيا أن توقف بوتين إذا ما وقفنا بجانب وراء أوكرانيا وقمنا بتوفير الأسلحة وساعدناها للدفاع عن نفسها. هذا كل ما يتطلبه الأمر، هذا كل ما تطلبه أوكرانيا منا. إن أوكرانيا لا تطلب منا جنود أمريكيين، في الواقع لا يوجد أي جنود أمريكيون يحاربون في أوكرانيا، وأنا مصمم على ذلك. الآن هناك، ومع ذلك هناك من يريد منا أن نترك دورنا كقادة في القادة للعالم. وفي الماضي ريغان أشار في إلى حائط برلين وقال يتوجب أن يهدم هذا الحائط. لقد قال أسلافي الرؤساء، الآن زملائي والشعب الأمريكي، نحن نريد أن نقول لبوتين افعل ما يحلو لك. والرؤساء الأمريكيون قالوا لبوتين في الماضي افعل ما يحلو لك، وأظن أن اليوم هذا غير مقبول بالنسبة لنا. أمريكا هي عضو مؤسس للناتو، وهذا الحلف قد، وأيضا هي مؤسس للحلف الأطلنطي، وهي وقامت بإنشاء هذا الحزب بعد الحرب العالمية الثانية من أجل الحفاظ على السلام. وهذا الصباح انضمت السويد إلى حلف الأطلنطي. أطلب من رئيس وزراء السويد أن يقف فلنرحب به. إنهم يعرفون كيف يحاربون. لقد انضم رئيس وزراء السويد والسويد بدورها إلى أكبر حلف عسكري حول العالم، وأريد أن أقول أنه يتوجب علينا أن نقف أمام بوتين وأن نمرر قانون الأمن القومي. إن العالم ينظر إلينا ويشاهدنا. إذا ما تركنا أوكرانيا لتواجه مصيرها، فإن أوروبا لن تكون بمأمن، وسيتمكن أشرار من إيذائنا. ومبدئي الذي أؤكد عليه أننا لن نترك أوكرانيا وحيدة، لن نترك الأمر ولنصرف، لن يهدأ لنا بال أو لن نستسلم أيضا. أنا لن أنحني.